عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. خولة بنت حكيم هي إحدى الصحابيات الفضليات، حتى قيل إنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، من اسم شرط تفيد العموم، فهي شاملة لكل من قال هذا القول. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا، المنزل هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فيشمل المنزل الطارئ والمنزل المستمر. فمن نزل منزلا ليستقر فيه كبيت ونحوه فليقل هذا الدعاء. وإذا نزل إنسان بمكان مر به في سفر فليقل هذا الدعاء، فإن هذا الدعاء عام وشامل لكل منزل، وذلك بدلالة كلمة منزل فإنها نكرة في سياق الشرط فتعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. قوله عليه الصلاة والسلام: فقال، الفاء تفيد الترتيب والتعقيد. فمما ينبغي على المسلم إذا نزل منزلا أن يبادر بذكر هذا الدعاء، وأن لا يكون بينه وبين نزوله فترة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات، فيه استعاذة بكلمات الله عز وجل. والاستعادة بكلمات الله عز وجل تفيدنا بشيء، وهو أن كلمات الله عز وجل ليست مخلوقة، وذلك لأن المخلوق كما سبق لا يجوز أن يستعاد به، فدل على أن كلمات الله عز وجل ليست مخلوقة، وأنها تدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وذلك لأن كلمات الله عز وجل من صفاته، فصفاته تابعة لذاته عز وجل، وذاته ليست مخلوقة، وصفاته غير مخلوقة. وكلمات الله عز وجل الظاهر أنه يراد منها الكلمات الشرعية وهي القرآن، ثم وصفت هذه الكلمات بأنها تامات، والتامات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من شر ما خلق، ما هنا موصولة فتفيد العموم، لكنه عموم مقيد ليس عموما مطلقا، فيكون المعنى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل خلق فيه شر، وليس المراد أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل مخلوق، وذلك لأن المخلوقات ثلاثة أصناف: إما مخلوق هو شر محض كإبليس، وإما مخلوق هو خير محض كالملائكة والجنة، وإما مخلوق فيه خير وشر، وهم سائر المخلوقات مما لم يدخل في الصنف الأول والثاني. والصنف الأول والثاني ذكرت أمثلة له، وليست على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل. فيكون المعنى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل مخلوق فيه شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قال: لم يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي، لأن لم نافية وجازمة، والنكرة في سياق النفي تعم. فإذا قال هذه الدعوات المباركات فإنه لا يصاب بضر أبدا من أي مخلوق كان. ثم قيد وغي عدم الضر بقوله: حتى يرحل من منزله ذلك، فإذا ارتحل من هذا المنزل فقد يصيبه الضر. وفي هذا فائدة، وهي أن النص إذا كان عاما فيخصص بالغاية، فإن مقتضى هذا الحديث ألا يصيبه ضر أبدا إذا قال هذا القول، لكن لما أتت الغاية حتى يرحل من منزله ذلك خصص هذا الأمر.